إذا مساء الخير ومرحبا لكم المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال الهدبه المباشر. الآن كما تشوفوا احنا بقلب جليز، يعني اهم الشوارع بمدينه مراكش، قلب الحي ديال جليز. كما تشوفوا عناصر ديال الصقور تابعه لولايه امن مراكش اللي يعني الان تقوم بمجهود من اجل تامين المسيره ديال مجموعه ديال الطلبه اللي خارجين رفقه اباء واولياء ديالهم، يعني خارجين للاحتجاج جراء مجموعه ديال القرارات. تنعرفوا انه مؤخرا يعني الطلبه ديال كليه الطب والصيدله اللي قاموا بواحد الوقفه احتجاجيه امام البرلمان، باش يطالبوا بمجموعه ديال المطالب ديالهم، خصوصا من تقليص سنوات الدراسه وغيرها، يعني من خلال يعني سنوات ديال التخصص بصفه عامه كما تشاهدوا معنا. فعناصر ديال الصقور يعني كما تشاهدوا الان يعني قايمه بواحد العمل كبير باش انه يتم تامين يعني المسيره وكذلك وقفه احتجاجيه بالشموع التي تقوم بها بطبيعه الحال المصالح عفوا كليه يعني طلبه كليه ديال الطب والصيدله كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر الان. اذا غادي نحاول نقربوا شويه الان من يعني من المسيره والوقفه ديال بالشموع باش يعني تكون على بينه مرفوعه مجموعه ديال الشعارات. تنشوفوا انه السلطات حاضره، القوات المساعده، السلطات المحليه، قائد الملحقه الاداريه هنايا، يعني كبار المسؤولين حاضرين بشكل كبير في هذه الوقفه الاحتجاجيه من اجل تامين هذه المسيره ديال الطلبه ديال كليه الطب والصيدله بمدينه مراكش. متتبعي قناة شوف تي في، تشوفوا المجموعة ديال الشعارات معنا في هذا البث المباشر. مجموعه ديال الشعارات مرفوعه كما تشوفوا، قرار حل مكاتب الطلبه خرق سافل للقانون من طرف يعني المسؤولين. ندين سياسه صم الاذان ونهج خطه القمع والتهميش، كيف لطبيب مهان ان يعالج الانسان، يعني قرار حل مكتب الطلبه خرق سافل القانون من طرف الدوله، نطالب بارجاع الموقوفين، يعني مجموعه ديال الطلبه، مجموعه ديال الشعارات، نطالب بالغاء القرارات التاديبيه وقرار حل مكتب الطلبه، يعني مجموعه قضيتنا قضيه وطنيه وليست مشكله محليه. كما تشوفوا معنا في هذا البث المباشر مجموعه ديال الطلبه خارجين يعني من كل الطب والصيدله كما تتبعوا معنا في هذا البث المباشر الان. يعني من بين الشعارات كذلك
صامتون امام التهديد والتهميش ان مجموعه ديال الشعارات في هذه البث المباشره. مجموعة الشعارات كما تتبعوا معنا متتبعينا، لا عودة لنا دون تمثيلنا. يعني مجموعة ديال الشعارات، مجموعة ديال يعني اللي رافعين هما الطلبة ديال كلية الطب والصيدلة كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر الآن. يعني الأمور غير واضحة وللأسف، في حين اننا خصنا نشوفوا هذه الطلبه الان يعني بكلية الطب بطبيعه الحال يعني تتلقاو التكوين ديالهم او يعني باش انهم يكونوا اطباء ديال المستقبل، وانهم يعني يعززوا الخصائص والغياب الكبير على مستوى المستشفيات. يعني وقت ما يعني مشينا للمستشفيات ديال العموميه تلقاو بانه نشوفوا بان كذلك الطلبه ديال كليه الطب والصيدله يعني برفقه الاباء واولياء ديالهم حاضرين بطبيعه الحال باش انه يساندوهم خلال هذه المسيره والوقفه الاحتجاجيه اللي غادي تكون يعني بالشموع كما هو معلوم متتبعينا. يعني غادي يرفعوا مجموعه ديال الشعارات بالاضافه يعني في رساله مباشره. يعني تكون رسالة واضحة مباشرة لجميع المسؤولين. افريد افريد راهو راهو فوق الفوق هافي نافي فوق النوطه فوق النوطه. اذا كما تتبع معنا متتبعينا مسيره متواصله لحدود الساعه باهم شوارع ديال الكيريس كما تتبع معنا في هذه اللحظات، من خلالها تتم رفع شعارات مجموعه ديال الشعارات لا لتحميل ابنائنا نتائج السياسه الفاشله في قطاع الصحه، من بين الشعارات لا لتحميل ابنائنا نتائج السياسه الفاشله في قطاع الصحه، قرار حل مكتب للطلبه، خرق سافر للقانون من طرف الدوله. مجموعه ديال الشعارات كما تشوفوا معنا، مطالب بارجاع الموقوفين عائله الطلبه بطبيعه الحال. يعني اذا
كيف لطبيب مهان، يعني المجموعه ديال الشعارات يعني المرفوعه كما تتابع معنا في هذا البث المباشر الان، عاد تشوفوا بانه عائله الطلبه ديال كليه الطب والصيدله اللي بطبيعه الحال تتابع تتساند لابنائها في هذه المطالب في هذه المحنه الان اللي تعيشها بطبيعه الحال متتبعين. اذا مازال المسيره ديال الطلبه كليه الطب والصيدله رفقه عائلات الطلبه بطبيعه الحال تساندوا الابناء ديالهم في هذه الوقفه مستمره كما تشاهدوا معنا في هذا البث المباشر. مازال مسيرة متواصلة نحو ساحة الحارتي، يعني خلالها غادي يقوم بطبيعة الحال طلبة ديال كلية الطب والصيدلة يعني بشعل الشموع. يعني تعبيرا على هذه يعني هذه الامور اللي هو يعني المشاكل اللي عايشينها، يعني للاسف كنا نمني نفسنا نشوف هذه الطلبه بقلب كليه الطب والصيدله، يعني تتلقوا التكوين ديالهم باش نشوفهم اطباء، نشوفهم كذلك ممرضين، نشوفهم صيادله ديال المستقبل، ولكن للاسف نشوفوا هذا هو الحال. يعني مجموعة ديال القرارات يعتبر بطبيعة الحال هما تعسفية حق الطلبة اللي وقفتهم أو منعتهم باش أنهم يستمروا في المطالب ديالهم كطلبة، خصوصا التأجيلات الأخيرة اللي شملت يعني التكوين ومدة الدراسة. Thank you.
احنا في البث المباشر يعني عشنا معكم يعني الوقفه الاحتجاجيه اللي قمتوا بها داخل كليه الطب والصيدله، واليوم لاول مره تخرجوا في مسيره وغادي تكون واحد الوقفه بالشموع. يعني تفضل، يعني فين وصلت الامور بعدا؟ السلام عليكم. الوغ انا بعدا طالب في السنه الخامسه بكليه الطب والصيدله بمراكش. فاليوم دايرين الطلبه هذه المسيره احتجاجا بعدا اولا على التوقيفات التعسفيه اللي تعرضوا لها بعض الطلبه اللي هما بحال خوتنا، المكاتب تسدوا، وبعض الطلبه منا اللي توقفوا لمده سنتين، وكاين اللي تطرد كاع ومنعوه حرموه من انه يتسجل في الجامعه مده سنتين. فهل يعقل انه طالب يعني بالسنه الخامسه او السنه السادسه كنعاقبوه بهذه العقوبات الزجريه؟ هذا الطالب فهو تيخرج للشارع اللي هو اصلا ماشي بلاصتو، غا باش يدافع على واحد المطالب اللي هي مشروعه. فاحنا تنجدوا الوزارتين انهم يحلوا معنا باب الحوار، لانه الحوار هو الحل لاي ازمه، اما الاساليب التعسفيه والقمعيه فما عمرها كانت حل حتى شي ازمه. وحنا تنتمنوا انه الصوت ديالنا يوصل، وراه بلاصتنا ماشي هي الشوارع ولا الازقه ولا الدار ولا نيمبورت او، بلاصتنا فهي المستشفيات، وبلاصتنا فهي كاينه في الكليه اللي حنا اشتقنا لها كطلبه وباغي نلقاو حل في اسرع وقت بالحوار الفعال مع هذوك مع الناس الوزارات، ماشي بدوك الحوارات اللي تيقولوا لنا هما اليشي اللوكال. اما بالنسبه للمطالب اللي قالوا انهم استجبوا لنا 45 مطلب من اصل 50، فهذا الشيء كامل راه هو يعني ما عنده حتى شي مجال من الواقعيه. خصنا نوصلوا هذا الشيء للراي العام، لانه كون تحلوا المشاكل ديال الطلبه كون رجعوا انه ما كاين لا تسييس لا حتى شي حاجه. فالطلبه عندهم واحد الهدف من هذه الوقفات ومن هذه الخراجات، ونهار يتحل هذا الهدف فلا اظن انه الطلبه باقي غادي نشوفوهم في الشارع وغادي يرجعوا لمحلهم المعتاد اللي هو المستشفيات والكليه العموميه. نعم. شنو القرار ديال الوزير الزراوي الان؟ شنو القرار؟ الوزير الان قال انه باغي ما بغاش يحل معنا يعني الحوار على الشيل ناسيونال، فقال انه غادي يحاولوا تخليص مازال كاع هذاك القرار، مازال ما تحيد حتى شي حاجه من هذاك الشيء القديم. وتقال انه باغيين الطلبه انهم يحلوا مشاكلهم على الشيل لوكال، سوف كو المشاكل على الشيل لوكال ما عمرهم كانوا. وحاليا حنا نيت في كليه الطب والصيدله بمراكش، فالحمد لله العلاقه ديالنا مع الاساتذه ديالنا ولا مع الستاف ديكانال فهي علاقه طيبه، وما عمر تخلق لنا شي مشكل دائما يعني معاهم. والمشكل اللي كاين دابا اللي هو محوري راه كاين برينسيبالمون غيتحل في الوزارات، ما غاديش يتحل على الشيل لوكال. يعني خاصو يتحل برينسيبالمون مع اللجنه الوطنيه لطلبه الطب والصيدله وطب الاسنان، ماشي مع المجالس المحليه وماشي مع الاعضاء المنتخبه في مجالس الكليه. نعم. يعني ما كاش يعني واخا الوقفه الاحتجاجيه اللي قمتوا بها في الرباط امام البرلمان ما عطاتش الاكل ديالها. ما عطات حتى شي اكل، مازال لحد الان الحوار باقي مسدود، والطلبه اليوم في هذه الخرجه راهما تينجدوا بالحوار الفعال، لانه هدفهم اساسا هو يتحل المشكل وماشي يتفاقم. فاحنا راه ما بغيناش يزيد يتفاقم الوضع، وهذاك السيناريوهات سنه بيضاء اللي تيخرجوا هذا الهضره كامل الطلبه راه ما باغينهمش. انتم موقفين دابا؟ دابا موقفين 5 شهور على الدراسه. نعم. 5 شهور. نعم. والطلبه راه ما باغينش هادشي وباغيين يرجعوا لبلاصتهم، وبالتالي فاحنا تنجدوا الوزارتين الوصيتين علينا سواء وزاره التعليم العالي ولا وزاره الصحه باش انهم يفتحوا معنا باب الحوار على الشيء ناسيونال، ونحاولوا نشوفوا شي حل لهذه الازمه في اسرع وقت، لانه الوضع يعني ما بقاوش ما بغيناش حنا يزيد يتفاقم، لانه بلادنا تتهمنا ووطنيتنا فوق كل شيء وباغيين البلاد نخدموها. وهذا هو الهدف الاساسي علاش كان هذه الوقفات كاملين، على جوده التكوين ديال طلبه الطب والصيدان. شكرا لك صديقي، بالتوفيق ان شاء الله. تنتمنى ان تكون الرساله وصلت بطبيعه الحال لكل مسؤول، لانه يعني في الواقع يعني هذه الوليدات كما تنقول هذه الطلبه بغينا نشوفهم في كليه الطب والصيدله بصفه عامه، انهم تيتلقاو التكوين ديالهم انهم داخل الكليات باش انهم كما تيقول يعني ممثل على الطلبه ديال كليه الطب والصيدله. المكان ديالنا ماشي هو الشارع، المكان ديالنا ماشي هو الشارع، المكان ديالنا ماشي هو اننا نخرجوا من الاحتجاج، المكان ديالنا في المستشفيات العموميه، المكان ديالنا في كليه الطب والصيدله نتلقاو التكوين ديالنا. يعني الحدود ساعه مازال ما فهموش هاد الناس هادو، يعني عفوا يعني الطلبه مازال ما فهموا شنو الاسباب اللي دفعت الحدود ساعه الوزير المزراوي انه كما تنقولوا يعني ما يكونش التجاوب رغم المطالب، رغم يعني
رفع المطالب يعني لانه الاجتماعات وتكون هناك حلول لهذا الطلب. وللاسف اليوم تنشوفوا بانه يعني هذا الطلبه المستقبل ديالهم غامض في ظل يعني هذا يعني ديال المطالب كما تتابع معنا رافعين هاد طلبات كليه الطب والصيدله اللي مستمرين لحدود الساعه في هذه المسيره نحو يعني ساحه الحارتين من خلالها يعني غادي يديروا واحد الوقفه يعني الوقفه صامته بالشموع. يعني في نفس الوقت يعني تنشوفوا بانه الاباء والعائلات ديال الطلبة اللي مستمرين في الوصل. السلام عليكم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، هنا جينا هنا باش نساندوا الاباء ديالنا في التعسف اللي كيوقع من السيد الوزير اللي ما فتحش باب الحوار واللي كيخرج بخرجات ارتجاليه بدون سبب. ما عرفناش المشكل فين كاين، لانه المساله بسيطه، الناس كيطلبوا بجوده التكوين ماشي شي حاجه كثيره، جوده التكوين تيطلبوا المعدات، تيطلبوا بالتسقيف ديال 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 العتبه ديال 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 الالتقاء ديال الالتقاء. مسائل بسيطه لو في باش نقص لهم التعام في التكوين ماشي ساهل. انت اللي جات الحاكت بين عاشد وضحاها نقصتي سنه ديال التكوين، واش درستيها مع مستشرتي؟ لا، الطلبة عندهم راي، خاصهم ياخذ الراي ديالهم. على كل حال حنا غنبقاو نصادي الاباء ديالنا لا اخر رمق ان شاء الله. والسلام عليكم. يعني كيفاش تشوفوا مستقبل الابناء ديالكم؟ يعني خمس شهور ما توقفين على الدراسه، كيفاش تشوفوا؟ تفضل. كل شيء ممكن ان شاء الله يتصلح اذا كانت الاراده السياسيه وكان التعاون ديال الوزير بالاحر الوزاره بجوج، كل شيء يتصلح. باقي الولاد باقي يقراوا، الدراري شباب فيهم ما يقراوا فيهم ما يجتهد. اذا كانت الدوله الاستدراكيه ممكن تلازم كل شيء يتصلح ان شاء الله. نعم، شكرا لك، الله يوفقكم. انت تتمنى ان تكون الرساله وصلت يعني بشكل او باخر يعني مع من خلال هذا البث المباشر كما تتابع معنا متتابعينا. يعني التحيه خالصه وموصوله للمصالح الامنيه ديال رجال الامن ديال ولايه امن مراكش، وكذلك يعني عفوا يعني للسلطات المحليه قوات المساعده لكل مجند الهلال الاحمر، يعني عناصر الواقع المدنيه لكل مجند باش انه يتم انجاح هذه المسيره، باش انه يتم يعني الشعارات اللي تم رفعها غتوصل لكل مسؤول بعد ما كما تيقولوا بانه لم يعني الوزير لا يتجاوب، المزراوي لا يتجاوب مع ما طلبت كليه الطب والصيدله. ما بقاش نشكركم، شكرا لكم. الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه شفتي.